اليوم هو لقاء مع السيد رئيس الحكومه واللجنه الوزاريه المكلفه بتتبع الحوار القطاعي. اليوم نعتبره ان هذه المحطه لاثبات حسن النيه محطه من اجل انهاء ازمه ازمه الثقه ومحطه ايضا من اجل اعاده الدفء للعلاقه بين الحكومه والاسره التعليميه. من خلال اجراءات نعتبرها عمليه لاننا واكبنا فعلا كل محطات التفاوض في الاجراءات الماليه واكبنا ايضا الاكراهات التي تم التصريح بها من طرف السيد الوزير المنتدى المكلف بالميزانيه وصلنا الى 1500 درهم زيادة مباشرة في الاجر وصافية يعني هذه الزيادة 1500 درهم هي زيادة صافية ايضا وصلنا الى اتفاقات تهم بعض الاطر التعليمية وخاصة منها اطر التدريس ايضا هناك زيادة مرتبطة بالزيادة التكميلية وبعض الفئات التقنية التي ستستفيد ايضا بزيادة مباشرة من من يعني الاطر المشتركة ستستفيد من زيادة مباشرة قدرها 500 درهم كل هذه الاجراءات نعتبرها إرادة حقيقية من أجل تلبية المطالب وأيضا استجابة للمطالب الأسرة التعليمية كما قلت هناك مطالب اخرى ننتظرها من خلال تعديل النظام الاساسي لكن الجواب الحقيقي سيكون عند تجاوب الاسره التعليميه عبر هذه المطالب بقرارها وبناء قناعاتها باستئناف الدراسه وايضا الثقه في مخرجات التي ستاتي يوم الخميس استكمالا لما تم اتفاق على رئيس الحكومه هذا الشطر الاول هو الاجراءات الماليه يعني 13% ميل عنده كلفه ماليه والشطر الخطر الثاني هو الاجراءات اللي عندها علاقه بالجانب المعنوي للاسره التعليميه بالاوضاع المهنيه وايضا بسحب كل المقتضيات التي اثرت الاحتجاج بالنظام الاساسي والحفاظ على يعني المكتسبات التي اتت به التي تهم هيئه التدريس وفئات اخرى اداريه لكن دائما نقول بان هذه القناعه المشتركه لا ترتبط فقط بالعدد الكمي او المبلغ المالي لكن ترتبط اساسا باعتبار ان الخطوه هي خطوه الى اتجاه صحيح الى الامام و وتلبيه مطالب الاسره التعليميه وهذا كان ايضا امر اساسي في علاقه الاسره التعليميه مع الحكومه التي اعتبرت انها لم تستجب ولم تنصت الى لمده يعني ازيد من شهرين اليوم نقول بان صعوبه في ايجاد المخرجات ولا سيما ذات الانعكاس المالي كانت سبب لذلك وان المواصله لخمسه ايام تفيد صعوبة التفاوض وأيضا تفيد صعوبة إخراج هذا يعني الملف من عنق الزجاجة بالنسبة لنا نعتبر بأن هذا القرار هو في اتجاه تلبية مطالب النساء ورجال التعليم بالنسبة للاحتجاجات أو غيرها فهي مرتبطة بمطالب معينة فيها المالي وفيها المرتبط بالنظام الأساسي نسائل يعني الجميع أن سبب الخروج كان واضحا هو النظام الأساسي ثم الزيادة في الأجور اليوم وصلنا الزياده في الاجور ووصلنا الى اتفاق لسحب النظام الاساسي او تعطيله عبر عبر اليات التعديل وتوصلنا ان مع السيد رئيس الحكومه ان كل مقتضى يثير اشكال او احتجاج او سوء فهم سيتم سحبه بالتالي دواعي الاحتجاج لم تعد قائمه وهناك امور اخرى يجب ان نكون فيها واضحين هو ان ان الان النقابه التعليميه الموقعه لم تقفل الباب بل الباب مفتوح امام الجميع للاستفسار للاستيضاح لاستكمال اي نقطه لم يتم الحسم فيها لاي اجراء مالي او اداري يعتبره ان مجحفا يستمر فيه التفاوض من اجل تصحيحه او تعديله الباب غير مغلق لكن يجب ان تعود الثقه وان يعود المسار الطبيعي للتفاوض وهو المؤسسات الحوار الاجتماعي والحوار القطاعي وليس التفاوض عبر ساحات شوارع المملكه المغربيه